سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما ألطفك، لا إله غيرك ولا رب سواك. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر وتجيب المضطر، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. تباركت وتعاليت، لا إله غيرك ولا رب سواك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يوم القيامة يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا، من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت الرب الموجود. اللهم إنا نتضرع إليك متوسلين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك، يا من بسط الأرض ورفع السماء، يا من له العزة والكبرياء، نسألك بأسمائك الحسنى أن ترفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، يا قديما في الأزل، يا لطيفا لم يزل. اللهم الطف بنا لطفا يقينا عن معاصيك، وثبتنا حتى تقيمنا على ما يرضيك. إلهنا، إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حالنا، هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. اللهم إنك تعلم وترى ما الناس فيه يا ربي من هذا البلاء. اللهم إنك أنت أرحم الراحمين، قلت وقولك الحق المبين، الله لطيف بعباده. وقلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. وقلت وقولك الحق المبين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نسألك يا الله بحق لا إله إلا الله أن ترفع عنا هذا البلاء، وأن تحفظ بلدنا الحبيب. اللهم أدخل بلدنا المغرب في كنف ستر أسمائك الحسنى. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أدم على بلدنا سترك الذي لا تخرقه الرماح ولا تهتكه الرياح، يا ذا الجلال والإكرام. واحفظ كل المسلمين يا ذا الجلال والإكرام في مشارق الأرض ومغاربها، وارفع اللهم البلاء عن البشرية جمعاء، إنك على ذلك قدير. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. يا الله يا الله، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف الصنع، يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهم، يا غياث المستغيثين، ويا ماضي الحكم إذا ما حكم. نفس الأمر علينا سرعة، نفس الأمر علينا سرعة، إنما الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما. يا كريما أنت رب الكرماء، يا كريما أنت رب الكرماء، يا كريما أنت رب الكرماء. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا أو أن ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك. اللهم إن أمرك إذا شئت أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع. اللهم ارحم عبادا مدوا إليك قلوبهم وأيديهم. اللهم إنك بنا راحم، اللهم إنك بنا راحم، اللهم إنك بنا راحم. ما رأينا منك إلا الجميل،
ما عودتنا إلا الكرم والفضل والجود. يا الله يا الله، عودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم يا ربي ارفع عنا هذا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقال. اللهم يا الله يا الله، يا عدتنا ويا عمدتنا ويا رجاءنا ويا فرجنا، أنزل علينا فرجا قريبا يرفع الضراء ويرفع اللأواء ويرفع البأساء. إنك على ذلك قادر، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. يا الله يا الله، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. نسألك بعزتك، نسألك برحمتك، نسألك بلطفك، نسألك بعفوك، نتضرع إليك بك، فلا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك. أن ترفع عنا هذا البلاء، وأن تحفظ بلدنا يا ربي بحفظك، وأن تديم عليه سترك الذي لا تخرقه الرماح ولا تهتكه الرياح. اللهم أفرح قلوبنا بزوال قريب لهذه الغمة يا ذا العطاء والمنة. واحفظ اللهم إمامنا وولي أمرنا الملك محمد السادس، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك، وكن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. واحفظه يا ربي وكل من ود إليه بسبب ونسب. يا الله، حصنا بلدنا، حصنا بلدنا بلا إله إلا الله، تحصنا بالعزة والجبروت، تحصنا بذي الملك والملكوت. اللهم حصنا يا ربي بأسمائك الحسنى، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. يا ربي ارفع عنا هذا الداء، يا ربي أفرح قلوبنا، يا ربي أفرح قلوبنا بأن ترفع عنا هذا الداء، تعيد المصلين إلى مساجدهم، وأن تعيد الناس إلى أعمالهم، فإنك على ذلك قدير. لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أردت شيئا تقول له كن فيكون. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، يا قدوس يا قدوس، يا قدوس يا قدوس، يا ودود يا ودود، يا مغيث يا مغيث، يا مغيث يا مغيث، يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مجيب كل من دعاه. يا رب إنك قلت وقولك الحق المبين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا في غاية الاضطرار إليك، عبادك مدوا أيديهم وقلوبهم إليك وهم في غاية الاضطرار، فاكشف عنا السوء بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أكرمك. أهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعي قناة شوف تي في حلقة جديدة مباشرة آخر من برنامجكم حياة المغاربة في زمن كورونا. كيف ما عدناكم مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء المتتبعين ديالنا على مدار هاد الأيام ديال حالة إعلان عن حالة الطوارئ الصحية، ومنذ إعلان عن حالة الطوارئ الصحية طبعا كما قلت في البلاد ديالنا المغرب، الله يحفظه ويحفظ بلادنا من هذا الوباء الخطير. فاحنا درنا هذا البرنامج باش تفعلوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء، وتهضروا معنا وتتصلوا بنا وتعطيونا آراء ديالكم فيما يتعلق بهاد الجائحة ديال كورونا. وطبعا الأسئلة ديالنا كيف ما قلت هو شكون اللي من حقه انه ياخذ القفة، والناس اللي مازال ما خداوش الرميد والضمان الاجتماعي شنو خصهم يديروا باش انهم ياخذوا هاد القفة او الدعم ديال الدولة اللي قدمته بالنسبة للناس اللي توقفوا عن العمل بسبب هاد الجائحة. شكرا اسامة زين الدين مخرج الحلقة على السهر ديالك على هاد الحلقة هذه، شكرا خويا اسامة زين الدين. نتمنى ان الصوت والصورة تكون كتوصلكم بجودة تكون مزيانة ان شاء الله. وطبعا بعد قليل غادي يكون معنا محلل قناة شوف تي في سراج الازرق اللي غادي يجاوب على التساؤلات ديالكم المتعلقة بهاد السؤال ديال شكون اللي من حقه ياخذ القفة، شكون اللي من حقه انه ياخذ القفة، والناس اللي مازال ما خداوش الرميد والضمان الاجتماعي شنو خصهم يديروا باش ياخذوا هاد القفة ديال المساعدة.
طبعا كيف ما كنقول دائما وكيف ما كلام دابا الحلقه دي، ف وزاره الصحه اعلنت على انها تم تسجيل 191 حاله اصابه جديده في 24 ساعه الاخيره، ليصل العدد الاجمالي 3046 حاله ديال المصابين. الله يلطف بنا يا ارحم يا رب العالمين. اما الحالات المستبعده بعد تحاليل مخبريه وثبت انها سلبيه في 13340 حاله مستبعده. الحمد لله. اما حالات الشفاء ولله الحمد وصلنا 350 حاله. اما الوفيات فوصلنا للاسف الشديد ل 143 حاله. فرجاء رجاء رجاء لزموا البيوت ديالكم، لزموا المنازل ديالكم، ديروا الاحتياطات ديالكم، لبسوا الكمامه راه متوفره في الاسواق ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيخرجوا للضروره فقط فضروري خصكم تلبسوا الكمامات ديالكم. واي واحد انه الا بغى يحافظ على الصحه ديالو والسلامه ديالو فمن الاحسن انه يدير الكمامه باش انه يحافظ على السلامه ديالو ونخرجوا ان شاء الله سالمين غانمين من بعد رمضان ان شاء الله بزيرو حاله ديال المصابين وديال الوفيات. يا ربي امين. كيف ما كتعرفوا كاملين فتمديد فترة الحالة الطوارئ الصحية بالمغرب غادي يستمر حتى 20 ماي إن شاء الله، أي ما بعد رمضان. فكنتمنى كاملين أنه نتضامنوا جميع ونكونوا دائما في المستوى داكشي اللي معروف علينا احنا كمواطنين مغرب. ناخذ أول اتصال فيما يتعلق بالسؤال ديال هذه الحلقة هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أخويا. كيف اخويا بخير؟ الله يبارك فيك. الحمد لله اخويا، انت مباشر على قناة شوف تيفي. اخويا احنا من القريب سجلنا مع المسلمين. والله اخويا ما سمعتك، اعطيني غير الاسم ديالك والمدينة اللي كتعيط اخويا. معك عمر من الوالي. اسفي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. اخويا معك عمر من الوالي من مدينة اسفي. مرحبا بالناس ديال اسفي، مرحبا بالسي عمر. احنا قول يا خويا دابا احنا كنسكنوا في عالم قاري جماعه ولاد سلمان يقري ماسبي. اييه. بالنسبه لهاد الناس اخويا ديال العالم القروي بالنسبه لهم ديال اسفي ما استفدوش من هذيك عمليه الرامي. ماشي كلشي، كاين اللي استفد. لا لا بالنسبه عندنا احنا هنا في الجماعه القرويه ديال ولاد سلمان اغلبهم ما استفدوش. واش كاين اللي استفد ولا حتى واحد ما استفد؟ لا لا بالنسبه للناس احنا اللي تواصلنا معاهم حتى واحد ما استفد. وما يمكنش. لا لا عندنا حنا ما نستافدينش في جامعة بن سلمان خصوصا حنا راه ما نستافد بينا باقا فينا حتى واحد نستافد. بالنسبة لك أنت يا خويا استفدتي ولا لا؟ لا لا حنا ما نستافدينش حتى واحد ما نستافد. أنت عندك راميد؟ عندنا الراميد صيفطنا حنا في الراميد النبت الأول باقا فينا حتى واحد نستافد. في ناس دابا كيتصلوا يسألوا واش وصلك الميساج واش وصلك الميساج. واخا خويا بالنسبه لك انت عندك اسره ديالك، شنو طبيعه العمل ديالك؟ لا بالنسبه حنا راك عارف حنا بالنسبه لنا في الحزابه وتقف السواق دابا راك عارف دابا السواق تسدو علينا ما يمدينا نبيعو بهاي ما يمدينا نبيعو حتى شي حاجه. انت فلاح؟ اخويا. انت خويا كتقول باللي امتى صيفطتي الراميد؟ انت من الناس الاولين ياك؟ من الناس الاولين كما تتحد كما تتحد هذيك 12 نهار تصيفط رقم الرامد من الناس الاولين حنا ما استفدناش. انت اخويا نبشرك بواحد الحاجه. نعم سيدي. انت المعلومات ديالك مضبوطه، عندك الرامد ديالك هو هذاك، صيفطتي 12 صيفطوا لك واحد الميساج قالوا لك انه غادي يتم دراسه الطلب ديالك ياك؟ نعم نعم نفس 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 السؤال، لكن ماشي المشكله ماشي عندي انا نفس اللي حدانا وكلشي عندهم هذه المشكله. انت اخويا كيف صيفطوا لهم قلنا راه تقبلوا في التسجيل ولكن باقي ما استفدوش. انت اخويا بحال دابا انا ياك نهضر نعطيك مثال براسي، انا كيجيوني المئات ديال الاتصالات في النهار. نعم. ما يمكنش لي نجاوب على كل شيء. فهمتك اخويا ولكن الحكايه تروح عندي من بالنسبه لك انا كتطرح في السؤال كتقول الناس اللي ما استفدوش من الراميد وما استفدوش من هذه. وداك الشيء وداك الشيء علاش اخويا انا خاطر اغبط وعيطت عليك. لا دابا انا هنا باش نجاوبك. مرحبا بك اخويا على الراس، يعني انا متفاهمك وحاس بك وحاس بجميع المواطنات والمواطنين والمتتبعين الاوفياء ديال القناه شوف تيفي اللي كيعيطوا لينا، وهذا هو الهدف من هذا البرنامج انكم تعيطوا لينا وتقولوا لنا شنو المشكل ديالكم باش حنا نقدروا نوصلوا الصوت ديالكم للناس المسؤولين. شوف انا دابا نطرح عليك واحد السؤال، دابا في عندنا شي شعير مدعم ديال الدوله
والناس مساكن ما لقاوش باش يخلصوا، باش يخلصوا ما لقاوش. حيت ما في عندهم السواق اخويا كيعرف، راك عارف مسكين كيدي بهيم يبيعهم ما يديش حاجه باش يستافد. لكن دابا غالب الله كلشي مسدود، عندهم السواق عندنا راك عارف، عندنا السواق دابا اللي عنده بهيم راه كاين عنده في الدار اي حاجه، راك عرفت عرفت البادية كيفاش كتعيش. عارف اخويا وحاس بيك وحاس بجميع الناس المواطنين اللي كيعيشوا نفس الوضع ديالك. انت اخويا انت نعم سيدي، انت تبارك الله مواطن مغربي عارف احنا المغاربة مرحبا، احنا معروفين، معروفين بالصبر ديالك، احنا مواطنين مغربي، احنا مواطنين مغربيين وكنعرفوا الله على الوطن الملك، الله يرحم الوالدين، كاين الله على الوطن الملك. ايوا حنا 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 الامر احنا تحت السلطات اللي داروا السلطات مرحبا بها. فوالا، والدوله ما قامت بهذا الشيء الا انها باش تساعد المواطنين والمواطنات المغاربه. نعم نعم اخويا، بالنسبه اسمعني، ما داروش باش انهم غير يديروا باش يبانوا ولا شي حاجه، راه كما ان بزاف الناس استفدوا، كاين بزاف الناس باقي ما استفدوش، ماشي ما غيستافدوش، ولكن بزاف الناس باقي ما استافدوش. يعني الاجراءات كتكون عاديه، يعني داكشي بالنوبه، ماشي حيت الا جاو كلشي غادي يخرج، كلشي غادي يبغي ياخذ الدعم، غادي تولي تجمعات، غيولي مشاكل. لا لا لا، احنا ضد داكشي، احنا ضد التجمعات، احنا كنحاولوا نصلحوا، ماشي كنحاولوا اننا نديرو مشاكل. لا لا، احنا معاك، احنا ديك التجمعات وحنا دوك الشروط ديال السلطات احنا ملتزمين بهم. الله يرحم الوالدين، ياك نتوما بعدا اسفين ملتزمين ما كتخرجوش متعاونين مع السلطات. لا لا، احنا الحمد لله احنا ملتزمين، احنا والحمد لله السلطات هنا قايمه بشغلها وكلشي قايم بشغلها، ولكن عندنا واحد الفئه هنا في الجامعات ولا التلمان اغلب الشباب كنتلاقى معاهم، الناس بزاف اللي عندهم اسره كيتصلوا بنا، عارف كله كيتصل، واحد كيقول لي واش وصل لك الميساج، كيقول لي لا ما وصلنيش. وفي ناس كان في المدرسة كتوصل، كيقول لا ودي راه ما غاتوصلوش، واقيلا مكاين كيكذبوا علينا ولا شي حاجة. قلت لي لا لا، قلت يا خويا كل مرة غيرسلوا الفئة. شوف نقول لك واحد الحاجة، نعم سيدي، كاين بزاف الناس بحال دابا أنا جاري يقدر أنه يصيفط الكود ياك، يصيفط يصيفط ل 12 12، ويقدر ونقدر نصيفطو أنا وياه نصيفطو في دقة واحدة، وقت واحد، يقدر هو يجيه الكود انا ما يجينيش. علاش؟ لان العمليه كتكون تدريجيه باش ما يكونش واحد الضغط، وما يكونش واحد ما يكونش واحد التجمعات، باش كلشي ان شاء الله. شوف لا لا، ان شاء الله سي عمر، شوف مع سيدي غير شويه ديال الصبر وكلشي غادي يكون بخير. انا بالنسبه لي انا صابر، لكن في دوك الشواط المواطنين ساكن هذاك الشيء النيابه عليهم، كنتكلم عليهم بالنسبه لساكن هذا كيتكلموا هذا الشيء، هذا الشيء من طاحي قد السؤال، ان شاء الله غير تبدو. خويا عمر، انت بقى في معي، بقى معي في المتابعه ديال قناه شوف تيفي، انت كتفرج في البرنامج ياك دابا؟ نعم انا معايا كتفرج في البرنامج، كتفرج في شو حنا. انت بقى متابعه رشيد الازرق محلل قناه شوف تيفي، غادي يجاوبك واحد شويه، غادي يقول لك شنو غادي دير، وغادي يبشرك ان شاء الله. واخا لا لا، حيت في المتابعه اصلا، علاش؟ حيت في التعليقات اخويا تيقول لك طلق باش الناس اخرين يعيطوا. يلا عيطوا. مرحبا اخويا، قول ماشي مشكل. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، كان معنا السي عمر من اسفي، كنعتذروا اخويا لان بزاف الناس كي تيقول لك خص نعطيو فرصه لناس اخرين باش يعيطوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام سيدي، لاباس؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. الله يكثر خيرك، عافاك انعام السد هذيك الرميد وسميتو، ولقيت هذه النمره هذه على هذه الجمعيه. الله يكثر خيرك. هانتي اختي، عطيني الاسم ديالك ومنين كتعيطي لينا؟ انا من مراكش. الاسم ديالك استاذه؟ انا سميتي حليمه الزكراوي. حليمه، هانتي اختي، انت كتعيطي شوف تيفي دابا ياك؟ كتعرفي شوف تيفي؟ ايوه. حنا درنا هذا البرنامج هذا باش انكم تعيطوا لنا، تقول لنا واش استفدتوا ولا ما استفدتوش، واش صيفطتوا 12 ولا لا، 12 12، واش عندك راميد، واش عندك وليدات، باش الصوت ديالكم ان شاء الله يوصل للناس المسؤولين، باش يتفك المشكل ديال الناس اللي باقي ما استفدوش. لا انا عندي ولكن ما استفدتش، السنه ليا صيفطتي انا ليا وعندي وليد. امتى صيفطتي 12 12 اختي؟ صيفطت انايا مني بدا، ولكن ما صيفطوش ليا، بغيت كاع نصيفط لك الميساجات كلهم، ما صيفطوا ليا والو. حاولت انا ديال الراميد، الراميد تقاد عليا في هاد الشهر 4. يلا شهر 4 باش تقاد عليك هذا؟ اه سنه ليا. واخا اختي، انت دابا كتقولي واش غتستافدي ولا ما غتستافديش؟
ما استفدتش والو. الناس اللي معايا كلهم استفدوا، اللي قاعد تفعلوا معايا هذيك الساعه كلهم كيقولوا لي الله يرحمه والديه، كيقولوا لي قولي كيقولوا لي ما استفدتي، قلت لهم لا ما استفدت والو. الناس ديال مراكش معروفين، مدينه البهجان دي معروفين بالضحك والتخشاب ياك. انت يا استاذه حليمه ان شاء الله غادي نجاوبك في البرنامج، بقاي متبعه. وكنأكد لك انك كي غادي تستافدي حتى انت، وغادي يوصلك الكود ديالك، وغادي تمشي للبنكه ديالك، وغادي تيري الفليسات. بارك الله فيك ان شاء الله. شكرا بزاف، بقاي في المتابعه. تسمع الجو ايه يا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا، الله يحفظك. عيشر مبروك اخويا، الله يحفظك علينا وعليك اخويا، والله يدخل علينا بالصحه والسلامه، وباش ما تمنينا ان شاء الله، ويبعد علينا هذا البلاء ويرفع علينا هذا الوباء يا رب العالمين. الله يحفظك اخويا. انت مباشر على قناه شوف تي في اخويا. شكرا لك وشكرا لقناه شوف تي في. الله يحفظك، الله يحفظك اخويا. اعطيني الاسم ديالك والمدينه من اللي كتعيط لينا اخويا العزيز. اخويا راه دائما كنعيط لك. مصطفى من مدينه اسفي اخويا. شكون؟ مصطفى من مدينه اسفي. مصطفى من اسفي، فين لك عيطتي لينا ياك؟ ديجا عيطت ليكم. مرحبا يا خويا، باقي ياك؟ باقي المشكل؟ خويا باقي المشكلة. هو دابا حنا دابا المشكلة انسان كيلعبو دابا لاتينيسيس، وراك عارف كاين اللي مقاطع على الشغل في شهر 12 او قبل من شهر 12 سنة 2019 شهر 12، او ما عنده لا راميد لا والو، ولكن حنا كنطلبوا من الدولة يعني تكون شي التفاتة لهاد الناس، يعني كيف كيستافدوا صحاب الراميد، كيف كيستافدوا الناس الفئة الثالثة تا هما والناس ديال لاتينيسيس. حنا خويا كنقلبوا الدفاع ما كتستافد والو. دابا انت كتهضر على الناس اللي عندهم لاسينيسيس. الناس اللي عندهم لاسينيسيس ومقاطعين على الشغل، يعني كان خدام وصافي وحبس من العمل، يعني السوسيتي راه كتسالو من العمل ديالك. ملي كتمشي تخدم مثلا في شي موقع ولا في شي حاجه يعني طارد باشو، انا دابا اصلا ما تريح دابا الحجر الصحي، راك عارف دابا تقريبا جاي شهر، وهو دابا شهر اخر زاد، وانت اكيد ما عندوش لا هو سير هذه دابا. بالنسبه للناس اخويا ديال الضمان الاجتماعي اخويا مصطفى، الا كانوا مديكلارين بهم الحدود شهر جوج او ما غادي يستافدوا. اللي عنده شهر جوج فوالا، واللي ما عندوش شهر جوج اللي ما عندوش اخويا شهر جوج، هذا الشيء اللي هذا الشيء القوانين اللي حاطين، الا كان رب العمل مديكلاري بالناس الشغل المشغلين ديالو حتى الحدود شهر جوج، فهم غادي يستافدوا. راه دابا هو المشكل، دابا كاين فئه كثيره دابا الاعداد المشكل، كاين اللي خدم غير شي شركه غير شهرين ولا شهر كيتسمى عنده لاتينيسي. يعني دابا ملي كاين شي قلبو كيلقى هذاك الضامن الاجتماعي، كيلقى هذاك الضامن الاجتماعي، نفس المشرح ديالك المشغل ديالك يكون مصرح عليك شهر جوج. دابا انت اخويا انت عندك لاسينيسيس ياك؟ عندي لاسينيسيس. امتى اخر مره ديكلارا بك؟ انا شهر جوج. انت مديكلاري بك في شهر جوج؟ لا يعني ما ديكلاراش في شهر جوج، يعني شهر 12 انا احبس احبستي في شهر 12. شهر 12 سير الخدمه ديالنا احنا صافي، يعني تما راه عندك لاسينيسيس، ولكن ما عندكش باش نصرح بك المشغل ولا حاجه. انت يعني شنو طبيعه العمل ديالك اخويا مصطفى فكرني؟ ها؟ شنو طبيعه العمل ديالك فكرني الله يحفظك؟ حاليا دابا؟ لا اللي كنتي خدام بها وانقطعتي على العمل. دي جوفري يعني مانوفر، عارف اي حاجه في الشركه كانت دي جوفري، يعني راه كنت في اي حاجه واخا خويا ان شاء الله معاك. دابا حنا ملي كان الناس دوك كنطلبوا من خويا يعني ندير واحد التيسات لهاد الناس هما، يعني راه كاين شي اثيره تا هي اشنا غياكل الانسان هذا. اييه الرزق ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن الانسان ملي عارف كيفاش يخدم في الموقف ولا شي حاجه ما كيخدم، اي واحد كيفاش يخدم من عارف الا رزقك على الله فهمتيني. الانسان دابا عنده كره وعنده مصاريف وعنده جويدات وعنده فهمتني، يعني حنا انا ما انا قلنا حتى شي حاجه، حنا خوتنا هذوك اللي استفادوا تا هما. حنا عارفين هذه الجائحه ديال كورونا، كنتمنوا الله يهز الوباء لا من عنده، يعني حتى انسان راه غادي يقلب على راسه فهمتني. متفق معك اخويا. انت دابا انت دابا ما عندكش استفاده، غادي تبدا تدفع الرامي كيقول لك اودي بعدا الرامي، يعني بدا تدفع لهاد الضامن الاجتماعي كيقول لك خصك المشغل ديالك نصرح لك في شهر جوج. ولكن دابا ما عندك والو، انا ما عرفتي غتفض وجهك الله اعلم. متفق معك اخويا مصطفى. يعني حنا كنطلبوا من الدوله دير واحد الكيفات لهاد الناس تا هما، هاد الجائحه ديال كورونا يعني دير واحد الكيفات لهاد الناس، هو شغال يريح يدير دابا اشنو غياكل دابا. الله يحسن العوان، الا كنتي انت متبع البرنامج اخويا ياك من الاول؟ انا متبع البرنامج ديالك. راك شتي شحال ديال الناس كيتصلوا بينا تيقول لك حنا باقي ما توصلنا. شوف راه ماشي ما توصلوش، راه كاين واحد الدراسه ديال ملف، راه تيكونوا بزاف ديال الناس كيصيفطوا،
كيف ما كان بزاف الناس استافدوا، راه كاين بزاف الناس ما غادي يستافدوا غير شويه ديال الصبر، لان العمليه كتكون تدريجيه، ما يمكنش اليوم انهم يصيفطوا لكل شيء. خلاص انا يعني قبل الملفات ديالهم اخويا، قبل الملفات ديالهم يعني راه هادو راه في الدراسه وغادي ان شاء الله يكون معهم خير، انما ما عندهمش رميد وما عارف كيفوفرش على لاتينيتيد هادو، يعني غتكون الاستفاده ديالهم. وني راه الدوله خدامه في هذا الشيء، كاين فئه كثيره فوالا، يعني المغرب حتى شحال من الناس انا كاينه يعني ما عندهاش رميد ما عندهاش لاتينيتيد. اما حنا اللي كندوي دابا على هاد الناس اللي عندهم لاتينيتيد ومتوقفين على العمل شهر 12 او اللي كاينين اللي كرهوا غير شهرين في لاتينيتيد كيتسمى يعني راه عنده لاتينيتيد، يعني هذا هو من غيشتات. هذا هو المشكل اللي كنطرحوه على الناس المسؤولين في الدوله، يعني تبعطوا واحد الالتفات لهاد الناس. حنا عارفين الدوله على ضغط وعارفين يعني على بزاف الحوايج، ويعني بزاف الفلوس خرج من ذاك الصندوق اللي دعم صاحب الجلاله نصره الله ودعموا جميع الناس اللي هما كيتعاونوا في هذا الشيء. لا غير عطى واحد الالتفاته يكمل واحد الالتفاته، اما انسان راك عارف عنده مسؤوليه وعنده ناس غادي يمشي غايصب راسه يعني. وكيف ما غادي يمشوا مع الحجر الصحي فوالا، كيف ما كنعرفوا بلي هذه الجائحه جات على غفله، يعني الدوله باش تكون تسد على غفله، ويعني حنا راه حنا شوف خويا حنا انا غنطول عليك طولت عليك بزاف، يعني دابا كاين الناس بزاف مستمعين يعني كيتصنتوا لهذا البرنامج، يعني كاين الناس بزاف اللي عندهم نفس هذه الحاله اللي كنعيش فيها انا، الناس كبار يعني دابا ملي غتبدا هذه الدوله مطبقه قانون يعني دايره لاتينيتاس بحدها، يعني الدمج ديال الضم الاجتماعي، يعني الناس هما اللي كيتلفوا بهم الشركه ديالهم. اما الانسان اللي عنده رميد راه يعني الدوله مدعمه، اللي ما عندوش رميد الفئه الثالثه يعني ما عندهاش رميد ما عندهاش لاتينيتاس، يعني الدوله راه غادير واحد الانسان واش راه دارت اخويا، دارت الناس اللي ما عندهم لا رميد لا ضمان اجتماعي، يعني دارت اليوم راهم حتى هما غادي يسالوا هادو غيخرجوا من الدعم ديالهم. اما الانسان اللي عنده لاتينيتاس ومقاطع العمل شحال هذه، يعني راه كتسمى عنده لاتينيتاس فوالا خصو بدا يتخلص، الدوله كتقول لك اودي لاتينيتاس هذا عنده لاتينيتاس، المشغل ديالو خصو يصرح به، ولكن المشغل غادي يصرح به انك انت مقاطع العمل شحال هذه وغادي يصرح به. حنا كنديرو الثقه ديالنا في الصحافه، شوف تي في اول حاجه قناه الشعب، يعني حنا خاص هذا المشكل يعني يتحل، يدير الدوله تلقى شي حل، واخا هو كاين الضغط على هذا الصندوق هذا، وكنتمنوا الله يهز هذا الوباء كاع والاسلام يلحق هذه الحاجه كاع والله يصاوب من عنده. واش المبروك انت دابا كتقول واش دابا باش غادي يدوز هذا، واش هو دابا البلاد ديالنا جات في الحجر الصحي، وحتى الانسان ما واعيش باش كيدخل المنزل ديالو ويريح، واخا خويا اوقات اسواق الله يهديهم. شكرا يا ربي، شكرا خويا بزاف مصطفى، انا كنتمنى لنا الخير غير اخويا هاد الرساله ديالنا توصلوا، وشكرا لكم. شكرا بزاف خويا مصطفى اللي الله يخطيك، شكرا بزاف على الاتصال ديالك، نتمنى ان الرساله ديالك توصل ان شاء الله، وان شاء الله غادي تسمع الجواب من عند راشد الزراق محلل ديال قناه شوف تي في ان شاء الله. مرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، السؤال ديالنا شكون اللي من حقه انه ياخذ القفه، والناس اللي مازال ما خداوش الرميد والضمان الاجتماعي شنو خصهم يديروا باش ياخذوها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. مرحبا بك. انا اللي كنصلي عليك على رحمك ديال الرميد سيف ما ردوش عليا كل. واخا اختي عطيني غير الاسم ديالكم دينا ملي كتعيطي لينا. لا انا من حسيمه الصح ربيعه. حسيمه ربيعه. واه مرحبا مرحبا بالاستاذه ربيعه من الحسيمه، شنو السؤال ديالك لالا؟ السؤال ديالي سيف طحنا كارت ديال في المعاونه رميد. اييه باقي ما جاوبوكش. باقي ما جاوبونيش. واخا لالا هذا هو السؤال ديالك. اه انت هذا هو السؤال ديالي، غير بغيت نشوف واش كاين شي مشكل ولا. واخا بغيت نسولك شي اسئله ممكن؟ نسول. نسول انت عندك الزوج ديالك هو عنده رميد ولا لا؟ لا انا الراجل ديالي متوفي. الله يرحمه مسكين. هو كان عنده رميد قبل ما يموت ولا لا؟ لا لا ما كانش عندي، انا راني من يدير تحت توفى هو. الله يرحمه مسكين. واخا امتى درتي بعد الرميد ديالك؟ اش من سنه؟ من سنه النهار اللي هضر عليها بالكيران. واخا عندك شي وليدات لالا ربيعه؟ عندي خمسه. خمسه الوليدات. واخا لالا ربيعه بقاي في الاستماع ان شاء الله شوف تيفي غادي تسمعي الجواب. واخا واخا شكرا الله يحفظك ان شاء الله، يكون خير ان شاء الله، غيبقى متفائله، بقى شويه ديال الصبر، حنا مغاربه معروف علينا الصبر، معروف علينا حنا كنتضامنوا مع بعضياتنا وكل شيء غادي يصبر. الله يا ولدي الله يحفظ والدي شكرا. حتى الا ما عندكش راه المغاربه الحمد لله حنا كنتضامنوا مع بعضياتنا، وواحد كيعاون الاخر وحتى نخرج من هذه الازمه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله. الله يسهل عليك اختي ربيعه والله يفاجئها لك. وعلى جميع المسلمين. لا يجازيك بخير، لا يجازيك بخير، واش مبروك، الله يحفظ والديك. علينا وعليك، شكرا بزاف اختي.
اتصال رابع من السيدة رابعة من مدينة الحسيمة اللي قالت أنها بدورها عند راميد ولكن لم تتوصل بأي رد لحد الساعة، فكنتمنى أنه يكون إن شاء الله الجواب وتخرج من الأزمة. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. القصة أخوي غير من التليفون، الله يرحم لك الوالدين. مرحبا. الله يحفظك. مرحبا بك، أنت مباشر على قناة شوف تيفي. شكرا أخوي. الله يحفظك أخوي. قول لي اسم ديالك والمدينة. اسم محمد من قلعة السراغنة. محمد من قلعة السراغنة، مرحبا بالناس ديال قلعة السراغنة. اخويا احنا عمرنا راميد ياك، وسولتك ديك الناس لي كومونتير وقلت لي اخويا راه غادي كيكون شي معلومات كيدخلها باش تقدر تكافي. ما عرفناش شنو المعلومات اللي كيدخل عون السلطة. انت اخويا فاش انت فاش يلاه كتكون باغي تصيب لاكارت ديال راميد ياك، كيجي عندك المقدم أيه. تيقول لك عطيني معلومات ديالك، فاش خدام كذا كذا، شي الاب والام، من تعرف اسره، مزوج ما مزوج، عندك وليدات ولا لا. أيه. هاد المعلومات كاملين كيديهم المقدم للمصلحه المعنيه، كيحط الدوسي ديالك، الدوسي ديالك هو اللي كيمشي عند ناس مسؤولين، تمشيو تيدرسوا. دابا فاش جات الجائحه ديال كورونا، بزاف الناس تيقولوا هذاك راميد اصلا كان بالنسبه للناس اللي تيمشيو ما عندهمش باغين يتداو وكذا، بل فجات هذه الجائحه ديال فيروس كورونا. هذيك البارح شنو جاوبتيني، تدولنا عن السلطه، قال لك المعلومات درنا لك فيها الفقر. حنا دابا ماشي، حنا دابا نقول لك حنا كاملين دابا ما خدامينش، كي اللي صغير، كي اللي هذا تيستعد لنا محلات، كلشي مريح. شنو كانت طبيعه العمل ديالك اخويا محمد؟ عندنا محل تاع الملابس. محل الملابس. ودابا سادين لنا، وكان المحل كيتحسب علينا الكرا كل شهر. وانا ما عرفوش شنو. كل شهر دابا الكرا كاين 1500 درهم، كل شهر كيتحسب عليك الكرا. والكرا ما غاديش يعقل عليك ملي غتخدم خاصك تعطي ديك الفلوس. حنا دابا قلنا علاش نقضيو؟ لان غادي تشارك الساعه ويحرم الله. هما عطاونا لا هنا لا في الموقع لا في هذا، ما استفدنا في الساعه لا في هذا. عمرنا في الرانيت، ما عطاوناش اللي يعاود تفتح الموقع حتى هو، عمر ما في نفس المعلومات وما جاوبونا لها هكا لا هكا. راه ما يمكنش، واخا تكون كاع خدام، حنا لا حلنا الخدمه تاعنا، ما غاديش نطلبوا حتى هذا، راه غنكونوا خدامين. ولكن دابا راه كلشي مريح، هو عنده رانيت وما عندوش، كلشي دابا مريح ما خدامش. حتى واحد ما كاين من يستافد، شنو غدير؟ حتى المحل مسدود، ما غاتقدرش تبيع، ما غاتقدرش دير حتى حاجه. راه ضروري، ما يمكنش منين غتجيب الفلوس باش غتكافي. وجا داكشي على غفلات، ما كانش دير حتى الانسان بحساب. حتى حاجه ما في جيبك، راه تكون في جيبك كاع واحد 500 درهم ولا شنو راه كلناها، راه دابا راه من 16 في الشهر وحنا ساكنين. هانت اخويا راه نفس الحاجه بالنسبه للدوله، هذه الجائحه جات على غفله. الدوله سدات الحدود، الدوله سدات الحدود. راه دابا هذه بنقول لك، دابا راه عندنا حنا على كريدي عند واحد، ما غاتقدرش تمشي لعندو، ما يمكنش تدير بلاصه عنده، ولا مشيتي لعندو هو ما غيعطيكش، هو ما خدامش، فهمتي؟ هذا هو المشكل. انت مزوج اخويا محمد؟ مزوج. مزوج. عندك وليدات؟ لا ما كاينش وليدات. واخا خويا محمد ان شاء الله غادي نجاوبك. انت قلتي انك صيفطتي راميد وكان عندك محل ديال الملابس وتسد بسبب هذه الجائحه، وكتقول واش انت باقي ما استفدتيش، شنو الحل؟ ما كتبش كون خرجت في الكرا تاع المحل. كيفاش؟ الكرا تاع المحل حتى هو كيتحسب بينه من فوق كيتحسب عليه الكرا. المحل ديال شي واحد انت خدام فيه وكتخلص الكرا؟ لا دابا المحل كاره من عندي في الامرين في الملابس. فهمتي؟ خاص تخلص لي واجب الكراء شهري، ماشي المحل ديالي. المحل الكاره الملابس ديالي، ولكن المحل راني غنكري مع السيد. هاد السيد هذا واش كيبسز عليك انك تخلص الكراء، ولا تيقول لك راه نبقى نحسب عليك واخا ما تكونش خدام، يبدا يحسب عليك الكراء؟ لا ما عمرو، بصراحه ماشي غنكذب عليك، مره واحده اللي اتصل بيا قال لي احنا سادين ما بقاش اتصل بيا، ما غاديش نكذب عليك. دابا هو قال لك دابا واخا تجلس هاد الشهرين هادي ديال هاد الفيروس ديال كورونا ديال حاله الطوارئ، قال لك ملي غتسالي الازمه تخلص لي الكرا ديالي. وراه غتخلصوا لي شنو غادي، واخا ما تكونش خدام. وراه ما خدمتيش، هو دابا الكونترا فيها 1500 درهم شهريا غتعطيها لي، ملي غتكمل غتعاود تعطي. دا هو ماشي هو اللي قال لك غادي تخلص لي الكرا، انت قلتي بانه ضروري انك غادي تخلصوا. واش سي خويا واحد القضيه، شي دابا من بعد انا ما غيكونش مشكل، سمعتي؟ شي ملي غتفتح شنو غتساعد معاه وتعطيه شهر بشهر هاديه. اي ولكن غتجيك مزيره عاوتاني. غتجي شويه مزيره وغتصبر، ديك الساعه ملي غتلاقى معاه غتشوف معاه شي حل، يكون حل وسط وصافي. هذا هو هذاك الشيء، ماشي مشكل. هذاك اللي قال هذاك فهمتي، ملي غيوصل ديك هذاك النهار غادي تفهم السيد، تقدر
قسم لي داكشي شهريا نو ماشي. المهم دابا بنادم غيبغي يقضي عي دابا بزاف تاع الناس كنعرفهم نفس المشكل. واحد في كومونتير اخويا محمد واحد قال لك سلك باللي كاين ما في ما كاينش ما ما فيش الكرا دابا. راه هذاك الشيء اللي كاين دابا حنا سلكنا باللي كاين دابا راه داك الشيء اللي كان عندنا قادينا تاع الفلوس والله الا قادينا وقاعدين دابا مغيب اخويا الله يفرج عليك على 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 جميع المسلمين اخويا ما شاء الله قادينا داك الشيء وعرفتي دابا رمضان ودابا شنو تاع بنادم كيقول هذوك الناس اللي كيكونوا عندهم محلات راه لاباس عليهم ما يمكنش يعطيك حتى الكفه لا حتى حاجه فهمتي. واخا خويا محمد دابا اليوم هذوك مالين كيحسب لهم هذوك الناس اللي سادين محلاتهم وهذا راه عندهم فلوس لاباس عليهم وما كيعرفوش هذوك كيكونوا اكثر محتاجين اكثر من دوك الناس الاخرين اللي كيدوروا عليهم بالقصبات راه ما كيقدش يقول وما كيقدش يطلب. دابا انت خويا انت فاش صيفطتي 12 راه ما صيفطت لك واحد الجواب ياك قال لك الطلب تاعكم تسجل الله يرحم الوالدين صافي الطلب تاعكم تسجل وعاود ثاني في, في في الموقع تاع تضامن حتى هو قال لي الطلب تاعكم تسجل. واخا خويا واخا خويا محمد نعطيو فرصه لناس اخرين نبقى في الاستماع ان شاء الله وغادي نجاوبوا. شكرا الله يحفظك اخويا محمد شكرا بزاف على التواصل ديالك. كان هذا اتصال من محمد من قلعه الصرغنات هو نفس المشكل فهو كيعاني انه صفت رميد وتعيش ازمه بسبب هذه الكورونا. السلام عليكم. السلام محمد الله. الله يبارك فيك اخويا انت مباشر على القناه. الله يبارك فيك الحمد لله لله يخطر. اللهم الله يبارك فيك اخويا. واحد السؤال اذا كان ممكن. واخا اعطيني غير الاسم ديالك والمدينه منين كتعيط. الاسم امين الزياني. امين منين اخويا امين كتعيط؟ انا كنهضر معك من جامع قرويه بني خال. فين جات؟ جات عملة وجدة. عملة وجدة مرحبا بالناس ديال وجدة. واه الناس ديال الشرق. واه كتعجبني داك واه المشكلة المشكلة عندنا الأخ أخويا حنا ما كنا في الرميض ودوك ما ردوش علينا كاع شفنا مع هذا الحجر الصحي ما ردوا علينا ما ردوش علينا غير صبروا صبروا ما كاين والو. أها قول لي أنت مزوج عندك وليدات شنو العمل ديالك؟ لا أنا خدام على العائلة عندي خدام على الوالد الوالدة عندي زوج تاع خوتي. انت ما مزوج؟ لا انا ما مزوج. خدام على الاب ديالك والام ديالك؟ وخدام على الاب الوالدان. واخا خويا انت كنتي من الاوائل اللي صيفطوا الرميد ياك؟ انت اللي صيفطوا 12 اتصلت بهم وعطيت المره كنت على الرميد وما كان والو ما قالوا لي واه. واخا شويه ديال الصبر ان شاء الله. واخا واه الا ما صبروا راه صبرت قادر ما بقاش نزيدوا الصبر. امين احنا المغاربه معروفين بالصبر اخويا ياك. ودي الصبر تاعنا ولكن رانا وصلنا لواحد المرحله ما كانش دوك حنا القرويه ما ردوا علينا لا بوه لا ما قالوا لنا والو. كلشي بالصبر اخويا ان شاء الله رمضان جاي اللي هو شهر ديال الغفران والرحمه والتوبه وان شاء الله غادي يكون خير. انت اخويا امين بقى معنا في الاستماع ان شاء الله شوف تيفي وغادي تسمع الجواب ديالك. ايوا ان شاء الله. الله يحفظك اخويا امين شكرا بزاف على التواصل ديالك. غادي نربطو اخويا اسامه زين الدين اتصال محلل قناه شوف تيفي ممكن اخويا اسامه الله يحفظك. غادي نربطو اتصال بمحلل قناه شوف تيفي رصيد الجرق باش نجاوب على المجموعه الاولى ديال التساؤلات ديال المستمعين والمتتبعين ديال القناه اللي سولونا على القضيه ديال الرميد والضمان الاجتماعي وان شاء الله غادي يكون غير الخير. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كما كنقول دائما انتم مباشره قناه شوف تيفي في السؤال ديال شكون اللي من حقه انه ياخذ القفه اللي ما خداوش الرميد والضمان الاجتماعي شنو خصهم يديروا باش ياخذوها. في انتظار انه يجاوبنا محلل قناه شوف تيفي السي رشيد الزرق. سي با اسامه السلام عليكم. رشيد الزرق مرحبا بكم مرحبا بالمتابعين الكرام. الله يبارك فيك. بلا شك اخويا انت تبعتي الحلقه من الاول بالطبع. الله يبارك فيك. دائما انت مثلا مع المستمعين شي كلمه اخويا رشيد الزرق. كلمه نتمنى من الله سبحانه وتعالى يجي لنا الجائحه ويوطد السلام والامن للبشريه. يا رب امين. وحنا الحمد لله وان شاء الله احنا في على ابواب رمضان ان شاء الله يا ربي يا رب امين. خويا رشيد اول اتصال كان من عند سي عمر من مدينه اسافيل اللي قال انه لم يستفد احد من رميد هو طبعا في العالم القروي قال انه هو فلاح على انه لم يستفد من الدعم ديال رميد شنو غادي يدير؟ كما سبقنا قلنا البارح بان التضامن تحت موقع ديال رميد و ام ا يمكن اي واحد يتبع الملف ديالو من الوضع. اها خويا عمر بالنسبه لك اخويا الا بغيتي انك تتبع الطلب ديالك
فلجنه اليقظه حطت واحد واحد السيت ديال راميد بوين ا ار ا ام او دي بوين ا. دخل ليها اخويا غادي تدخل المعلومات ديالك وغادي تتبع الطلب ديالك وتشوف فين وصل. بالنسبه للاستاذه حليمه من مدينه مراكش قالت انها عند راميد ولكن لم تستفيد بعد. كماش بقينا عاوتاني نذكروا لها باش ملي تتصل الراميد تصيفط 12 بانهم كيعنوا تتم الاجراءات بان سوف يضرب الطلب ديالكم على ضوء الدراسه ديال ذاك الطالب. تتحدد اللجنه وتتصيفط الكود. الا كان تيجتاجب الطالب جميع المعايير اللي دايرها اللجنه فاكيد بانها تصيفط الكود ان شاء الله. استاذ حليمه يا ربي الله يفرجها عليكم كاملين وتستافدوا. فكيف ما كنقول دائما وغادي نبقى نقولها كاين بزاف الناس استافدوا وقدر جارك انه يستافد وانت ما تستافدش، ولكن كيف ما كنقول داك الشيء غادي تدريجيا، ما يمكنش انهم يصيفطوا الكود لكلشي والا غادي تنوض الفوضى. يعني العمليه كتكون تدريجيه، انت فاش كتصيفط فانت كتوصل بواحد الميساج الي يعني اوتوماتيكي تيقول لك باللي انه تم تسجيل الطلب ديالك، وعلى ضوء ان المعلومات اللي قدمها عن السلطه ولا المقدم اللي قدمها في الاول فهما غادي يدرسوا الطلب ديالك. العمليه كتاخذ شويه ديال الوقت باش انه يدرس الطلب ديال العشرات ولا المئات الالاف ديال الناس اللي صيفطوا، فغير شويه ديال الصبر وكلشي غادي يكون خير ان شاء الله. بالنسبه لمصطفى من مدينه سافي اللي هو متتبع وفي ديال قناه شوف تيفي قال انه كانوا خدامين ولكن انقطعوا عن العمل في شهر 12 وكيهضر على لا سي ان اس اس. شنو الحل في هذه المرحله هذه؟ هي كاين ثلاثه الخطوط، كاين سي ان اس اس وكاين الراميد وكاين الناس اللي ما عندهم لا سي ان اس اس ولا الراميد. هو راه عنده لا سي ان اس اس ولكن انقطع عن العمل في شهر 12. اذا تيبقى من الناس اللي ما عندهم لا سي ان اس اس ولا الراميد، مادام انقطع راه انقطع. ولكن للاسف بان في سباس في شهر ابريل وقفت العمليه التسجيل وتنكملوا من لجنه اليقظه تسمع من صوت من تسمع لنا في شوف تي في وتعاود تمدد في الاجل ان شاء الله باش يستافد اكبر شريحه ممكنه. يعني هو مصطفى من اسفي تيقول هو مع غادي يدخل مع الناس اللي ما عندهم لا راميد لا سينيسيس. غيدخل مع الناس اللي عندهم لا راميد لا سينيسيس وهنا تنسلوا لجنه اليقظه باش تعاود تمدد الاجل وتسمع الصوت ديال المواطن من خلال شوف تي في وتعاود تلتمسوا منا تعاود تمدد الاجل ان شاء الله. ان شاء الله خويا نتمنى انه يكون خير. اتصال الرابع كان من عند ربيعه من الحسيمه قالت انها عندها راميد ولكن ما توصلش بالجواب ديالها وقالت انها الزوج ديالها متوفي وانها هو ما كانش عنده راميد، هي اللي كانت دايره راميد وهي وعندها خمسه الوليدات. اذا هي ما تطرحش اشكال، هي ربه الاسره. الزوج غيطرح ليها الى صفقات واحترمت جميع الشكليات وكان الملك ديالها تتجاوب المعايير اكيد بانها تستافد ان شاء الله. يا ربي امين. وربيعه من الحسيمه فغي غير شويه ديال الصبر كيف ما كنقول دائما. انت عندك راميد، عندك خمسه الوليدات، الزوج داك متوفي الله يرحمه ويواليه برحمه الله، غير شويه ديال الصبر الطلب ديالك غادي تدرس وغادي غادي غادي يوصلك الدعم ديالك ان شاء الله باذن الله. الاتصال الخامس كان عند محمد من قلعه الصراغنه اللي قال انه عنده راميد وكان عنده محل ديال ملابس اللي هو ماشي ديالو كيخلص غير الكرا ديالو، وقال انه مزوج ولكن تيقول ان ما استفادش وهو كيعيش فتره ديال مزير شويه لانه تيقول انه ربما ما عندوش مصدر الرزق ديالو اللي كان عنده هو ديك المحل ديال الملابس اللي كان كيخلص الكرا ديالو شهريا. قال انه انا كنت كنخلص الكرا ديالي وكلشي ودابا مزير ما عنديش، شنو غادي يدير هو عنده راميد؟ هي الدوله فتحات واحد البرنامج واحد اخر ديال المقاول الذاتي ويمكن تيشري عليه هو المقاول الذاتي، ويمكن هاد يمكن اليوم طرحت بلاغ صحفي انعقاد اللجنه الخامسه لجنه اليقظه الاقتصاديه ودارت هاد الامور وغتكون مجموعه من المساعدات لهاد الناس سواء على القروض البنكيه سواء بالدعم مجموعه من المساعدات هما فكرت فيهم لجنه اليقظه. اذا سي محمد من قلعه الصراغنه ما عليه الا شويه ديال الصبر وان شاء الله غادي يجاوبوه. والمشغل ديالو فهو كيقول لك هو قال لك ما مزيرنيش، هو طبعا ما مزيروش يقول لك ما قالش لي خلص لي الكرا ولا كذا، ولكن هو تيفكر من هنا لقدام غيبدا ازيرو وخصو يخلصو في هاد الشهرين اللي توقف فيه على العمل، ودابا قال لك ما مزير ما خدام حتى شي حاجه. الله يسهل عليه والله يفرج الامور. هي يبغي نبشر بان بالنسبه لعقود الكراء بان احنا في قوه قاهره وبالتالي العقد يتم الشريان ديالو، وهناك مقترح قانون داخل البرلمان اللي يحاول يعالج هذه القضيه هذه.
ان شاء الله خويا محمد من قلعه الصراغ هنا، الله يفرج عليك ويفرج على جميع المسلمين. الدوله ما دارت الاجراء الا انها باش تساعد المواطنين والمواطنات، الناس اللي ما خدامينش اللي انقطعوا على مال ضروري غادي يكون الحل. وكنتمنوا ان اي واحد متضرر من هذه الازمه الله يفرج عليه، وان شاء الله غادي يكون غير الخير. كاينين بزاف الناس اللي استفدوا كيف ما كاينين بزاف الناس اللي ما استفدوش، فغير شويه ديال الصبر وكل شيء غادي يستفد ان شاء الله. وكيف ما كنقول العمليه كتكون تدريجيه، ماشي كل شيء غادي يجاوبوه. الا جاوبوا جارك ماشي هذا الشيء انه يعني ما غاديش يجاوبوك فهما غادي يجاوبوك، الا كانوا معلومات ديالك مضبوطه فهما غادي يجاوبوك، كنتي كتسال الدعم غادي يجاوبوك، ما كنتيش كتستاهل ديك الدعم. ف كاين طرق اخرى ان شاء الله. اتصال صديق كامل عند امين من عماله وجده، قال انه عنده رميد وهو ما مزوجش ولكن خدام على الام والاب ديالو. هي الامور اللي نحب نقول بان تتعالج اوتوماتيكيا، يعني عن طريق الحاسوب، يعني وفق المعطيات اللي عنده تما تتحدد الاولويه ديالو واش يستافد ولا ما يستافدش، لان الامور تتم عن طريق الحاسوب ما تدخلش عن طريق البشري. مثلا بان الدراسه تكون دراسه مجرده الملف ديالو على ضوء الملف واش يستافد ولا لا. دونك سي امين من مدينه وجده، ان شاء الله الطلب ديالك غادي تدرس وغادي يجاوبوك ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. يا ربي امين. ياك اخويا رشيد الازرق كلشي بالصبر ان شاء الله وكلشي غادي يستافد ان شاء الله. تحتاجوا التضامن والصبر والامل، هذو اللي تحتاجوا باش نمرر من هذه الجائحه ان شاء الله، نمرر منها اقوى ان شاء الله. بالنسبه لي كومونتير ديال المتابعين، صالح الوداد يقول خويا عبدو كيفاش هذا الموقع؟ ما فهمتكش اخويا، ما فهمتش شنو بغيت تقصد اخويا، يمكن لك تقول لي شنو وانا غادي نجاوبك ان شاء الله. بغيت تقول شي كلمه للمشاهدين اخويا رشيد الازرق، شنو تبشرهم؟ الكلمه هو ان لان مازال هناك على ما يبدو مازال هناك اجراءات اخرى على ترتيبك الحقيقيه، لان هذا الوباء فاجئ العالم كله، ما بالك حنايا اللي دوله ناميه. وان شاء الله محتاجين حنا السلاح ديالنا دابا هو التضامن، هو الالتزام، هو الامل، وغنخرجوا ان شاء الله اقوى من ذي قبل. خويا رشيد في لي كومونتير سعد صاحبي سعد تيقول خويا الله يرحم الوالدين، مشيت لاسنيساس قالوا لي ما مسجلش في لائحه كوفيد، ومنين عيطت للمشغل ديالي كيقول لي راك مسجل ووراني لا ليست فيها سميتي، ما فهمتش. هي نحب نقول بان ما تيكونش اللي في السينيسيس وتوقف على العمل تيستافد، على اعتبار بان السينيسيس وضع الناس اللي كانوا معنيين بقرار ديال التوقيف، على اعتبار ان هناك قطاعات ما معنيينش بقرار ديال التوقيف ديال العمل. شنو غادي يدير؟ ما معنيينش بالتوقيف، يعني هو مادام ذكر السينيسيس ولكن هو قال لك راه ديكلاري، قال لي مشى لاسينيسيس، مشى هذا السنتر ديال الضمان الاجتماعي وقالوا له اي المشغل ديالو كيقول مسجل، وصيفط ليه لائحه وكيوريه باللي راه هو مسجل فيه. قال لك ما فهمتش، قال لك هذيك لاليست راه فيها سميتي، ولكن هو قال لك ما فاش كنمشيش يقول لي لا ما سجلتش. كاين تطبيق او ابليكاسيون ديالها سي ان اس اس من خلاله يمكن يتاكد واش مسجل ولا ما مسجلش، في حالة الا ما كانش مسجل يمكن يلجا المفتي الشغل لان ملزم على المشغل يكون مسجل ويدخل لابليكاسيون ويتاكد. ما كان مصطفى انا خويا عندي لاكيس وما استفدتش منه حيت مشغل ديالنا ما مصرحش بينا، واش كاين شي حل؟ كاين حل، هو يمكن يلجا المفتي الشغل اللي قريب في الدائره ديالو، اللي كاين عقوبات اللي تتفرض على المقاول بانه يذكر لي بجميع الناس اللي عنده، وفي هذه الحاله بان اذا كان متوقف في هذه الحاله بان المشغل ديالو ملزم يعطيه الدعم اللي افتقده من جراء التدليس ديالو وعدم التسجيل ديالو. كان صونيو عليهم ولكن الخط ما كاينش. غير باش نقول لك كيف ما هو، بحال واحد هنايا قال لي انا خويا، قال لي بركه انت عاودتيني ناقص خويا، غير حيدوا داك الرقم ما خدامش ولا والو غير بواط فوكال حشومه. واحد قال لي كنصونيو عليهم ولكن الخط ما كاينش. بالنسبه للناس اللي كيعيطوا ل 12 بحالي انا دابا، الناس كيقولوا لي حيت كنعيطوا لكم كنلقاو لا بواط فوكال، راه ما يمكنش نجاوب على كلشي. وبالنسبه ل 12 راه ما يمكنش عاوتاني يجاوبوا على كلشي، راه كاينين الناس حتى هما بحالي تيجاوبوا على الاتصالات ديال الناس، الا وصلوا الاتصال ديالك غادي يجاوبوا، ما وصلوش ليه راه تتبقى خصك تبقى تعيط باش يشد لك الخطيك اخويا رشيد.
اخ عبدو الا سمحتي بان حتى من وضعوا الموقع ولا هذا السؤال غير دي موضوع بان حتى الا ما دورتي 12 نهار وما جاوبوكش تدخل الموقع والموقع خدام 24 24 المغاربه خصها باش عليكم باش انهم يرتاحوا وكذا خص ضروري شي واحد اللي يجاوبهم في التليفون يعطيهم المعلومات يرشدهم يقول لهم باللي الطلب ديالكم فهمتيني اما انت كتصيفط معلومات هكاك شي يقول لك انا ما جاوبونيش ما استفدت حتى شي حاجه يمكن جائحه كورونا فرصه لكي يتعود الجميع على الوسائل الرقميه وهذه فرصه احنا مضطرين اخاك لا بطل بالتالي احنا مضطرين كاملين نتكاتفوا من هذا الجراء نستخدموا وسائل التكنولوجيا ومنها الموقع ديال 12 منها الموقع ديال الراميد واقعها بزاف الناس باقيين كيطيحوا في العموميات تيقول لك بلي انه حتى واحد مستفد يمكن هذه في الطبيعه ديال الانسان المغربي يمكن يحاول التعميم الى ما استفدش هو ولكن اللي نبغي نبشروا المتبع الكرام بان هناك استفاده وان العمل على قدم وساق ديال لجنه اليقظه وحنا راكين الدرك راكين الدرك لان باغتاتنا جميعا هذه الجائحه اللعينه بن فالكون رايت يقول وكاين فئات مهمشه ارامل ومطلقات واطفال متخلى عنهم وفيهم معاقون متخلى عنهم وامهاتهم مطلقات بالنسبه لهذه الفئه هذو ديال الناس المتخلى عنهم الفئات الهشه اللي ما عندهم لا راميد لا سنيسيس ما دايرين حتى شي حاجه متخلى عندهم متشردون شنو واش كاين شي حل بالنسبه لهذو الدوله دارت مجموعه من الجامعات المحليه مجاعات الترابيه دارت الحل بان اللي المتشرد اللي بدون مأوى دارت لهم مأوى وحنا وهي راه غادي تحس ان السلطات خدامه على قدم وساق ان شاء الله اميراتي تقول سلام خويا بحال اللي ما عندهمش راميد واش بداو يستافدوا ولا مازال انا صرت لهم مازال ما جاوبوني غادي يجاوبوك ان شاء الله اختي غير شويه ديال الصبر بابا عنده راميد ومازال ما استفدش شنو غادي يدير شي كلمه خويا اخيرا لمشاهدين قناه شوف تي في بشرهم شي حاجه تكون زوينه ان شاء الله باش انهم يرتاحوا بان هاد الاصوات ديالكم ثقوا بيا بانها تتسمع وبان الناس خدامين على قدم وساق ومحتاجين للتضامن والتكاتف بيناتنا كاملين سواء على صعيد الدوله والمجتمع ولا صعيد المجتمع ولا صعيد افراد لان هذه الجائحه هي نخرجوا منها كاملين اقوياء وان شاء الله نخرجوا اقوياء ينطحوا كاملين هو الذي لا نتمناه. رشيد الزرق خويا الناس زعما اللي مازال ما خداوش الرميد والضمان الاجتماعي باش انهم ياخذوا القفه شنو خصهم يديروا؟ باش يخلق القفة هذه امور اخرى لان تتم مساعدة القفة على طرق المجتمع المدني وعلى طرق مؤسسة محمد في التضامن وهنا تتم التسجيل على مستوى اعوان السلطة وعلى جمع وبالنسبة للمجتمع المدني تتم التسجيل على صعيد كل منطقة ترابية معينة. يعني كل شيء على عون السلطة هو اللي كيدور هو اللي كياخذ المعلومات هو اللي كيمشي كيعلم السلطات المعنية على ضوء ديك المعلومات الناس كيمشيو يستافدوا من القفة ياك كتوصلوا حتى للدار. وكاين حتى قفات وجهه من المجتمع المدني فوالا كاين بزاف الحمد لله والشكر لله بزاف الناس حنا كيف ما كنقول دائما مغاربه معروفين بالتضامن والتازر كاين بزاف الناس كياخذوا تبرعات ولا كيمولوا من عندهم وكيمشيو كيشروا القفاف وكيموزعوها على الناس اللي ما عندهمش الفقراء والمساكين وكاين للاسف الشديد بزاف الناس كيقولوا انهم هذا الشيء ديال توزيع القفاف بالنسبه لشي وحدين تيقول لك فيه وساطه يعني انا كنعرف داك السيد غنمشي ندير القفه وحنا اللي جارو ما عطانيش هي مفروض فينا هذه القضيه هذه يكون مجتمع مدني واعي ومسؤول وتم الابلاغ ويتم لان قضيه تدخل في الفساد لان قضيه الفساد ماشي قضيه الدوله بوحدها قضيه حتى المجتمع المدني قضيه تنعلموا تنشوفوا المسطره القانونيه في هذا المجال سواء في اللجوء الى عون السلطه ولا القايد ولا تنظموا ولا مجموعه من الامور اللي يمكن نبلغوا صوتنا ومنها انت شوف تي في راه تبلغ صوتك وتوصل للمسؤولين. هذا هو الدور ديالنا طبعا رشيد الزرق محلي قناه شوف تي في باش اننا نوصلوا الماكس ديال الاصوات ديال الناس للناس المسؤولين باش انهم يحاولوا يديروا شي حل للناس اللي مازال ما استفدوش وطبعا غادي يستافدوا كنعيد وكنأكد غادي يستافدوا غير شويه ديال الضغط وصافي وان شاء الله غادي يكون غير الخير. شكرا لك رشيد الزرق. مرحبا بك الاخ الكريم. الله يحفظك شكرا بزاف على التواصل ديالك وعلى المعلومات شكرا بزاف نضربك في الضي ان شاء الله معيد في حلقه جديده. ان شاء الله. الله يحفظك.
اذا شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تيفي على المتابعه ديالكم. نتمنى ان نكون جاوبنا على التساؤلات ديالكم فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ولاراميد. فكنتمنى ان كل شيء غادي يستافد، وان شاء الله غير شويه ديال الصبر، شويه ديال التفاؤل، شويه ديال الخير. ان شاء الله كاين الخير ان شاء الله. حنا المغاربه معروفين بالتضامن والتآزر. خويا اسامه زين الدين شكرا لك اخويا على الحلقه ديالك. غادي ندوزوا واحد الاغنيه هي زوينه زوينه بزاف، وان شاء الله من هل نتلغدى ان شاء الله. الى اللقاء. من هذا المنبر كنقول لكم قصوا في ديوركم، لان حنا راه مجندين على حسابكم، سامحين في دارنا في وليداتنا. انا دابا تقريبا 20 يوم ما شفتش ولدي